نزل حيا وكان تعذب ومازال حد الان باقى في العذاب، وهذا الشيء كان السبب ديالو هو داك الحديث الشنيع اللي تعرضت ليه، وكانت عنده اثار وخينا على الصحه ديالو على الحاله ديالي من جميع النواحي النفسيه سواء اجتماعيه كنا كانت، وكانت على اثرها تشوهات، ومن بين التشوهات تعرضت يدي اللي كانت هي يعني الشيء اللي فقدته ضاعوا لي، يعني ما كنستعملهمش يعني ضايعين. والسبب كذلك هذا الحديث كذلك ادى لتفكك الاسره ديالي، اللي بحيث ان الام ديالي رافقتني في هذه المسيره ديالي مده طويله، مده سنتين وثلاث سنين من السبيطار للسبيطار، باقا الان مازال في السبيطار مستشفى بن رشد بالدار البيضاء. والاسره ديالي تفكات بحيث خوتي تشردوا، ودابا لا مستقبل، حياتي ضايعه. حتى الانسان باش انه يمكن له يعني يكسب وسائل العيش، يعني يدير اللي يمكن له صحته، يمكن له يخدم بها ويجيب بها، يعني انا فاقده يعني. ودابا الحمد لله والشكر للانسان، الحمد لله والشكر على اي حال. والمستقبل ديالي دابا راه ضايع، انتم كتشوفوا. هذه اللي سمعتوا دابا خوتي هي الشابة مليكة السرساري. وشكون منا خوتي اللي ما سمعش بالقصة المؤثرة والمؤلمة ديالها اللي بكات الكبير والصغير سنوات التسعينيات. القصة اللي غادي نحاول خوتي نعطيكم التفاصيل والمعطيات الدقيقة جدا اللي تسبات في المأساة اللي عاشتها هاد السيدة، واللي حتى واحد ما تطرق لهم ولحد الساعة. تابعوا معنا. مجتمعات العالم بأسره والمجتمع المغربي خوتي العزاز عامر بزاف بالقصص المأساوية، وكلهم عندهم قاسم مشترك والدوافع ديالهم تقريبا بحال بحال، وغالبا كتكون بسبب الانتقام والحقد والكراهية. واقع خيب بزاف كيعانيو منه العديد من الناس اللي إما عاشوه أو شي حد من الأسرة ديالهم عانى منه، وشحال من واحد مشى ضحية بسبابه. مليكة السرساري كانت وحدة من هاد الناس خوتي العزاز، واليوم على قناة الحدث ستوريز غادي نحاول نعطيكم حقيقة المأساة اللي وقعت لها وبجميع التفاصيل ديالها كيف العادة. ملي الحب كيتحول لانتقام مدمر. قصة اليوم خوتي العزاز غدا تاخذنا لسنة 1993 وبالضبط الحي يعقوب المنصور في مدينة الرباط. فحومت باب القواس غدا تزاد مليكة السرساري سنة 1974 وفيها كبرات. مليكة اللي كانوا عندها ثلاثة ديال الخوت خديجة وشعيب وابراهيم، وكانت واحد البنت زوينة بزاف والناس كاملين كيشهدوا بالأخلاق ديالها، وكانت بنت قراية ومجتهدة. مليكة كانت إنسانة طموحة وباغة تكمل قرايتها في الجامعة وتحقق أحلامها وأحلام العائلة ديالها، وخصوصا والديها اللي رباوها أحسن تربية وما خلاو ما داروا باش مليكة ما تكون محتاجة لحتى شي حاجة هي وخوتها، وخصوصا الأم ديالها اللي كانت دايرة مليكة بحال عينيها. الأسرة ديال مليكة ما كانوش شي ناس اللي لاباس عليهم، وكانوا ناس عاديين ما عندهمش وما خاصهمش، يعني ناس عايشين على قد الحال وصافي. وباها كان خدام في شركة ريضال ديال الظلمة. مليكة خوتي دوزت جميع المراحل الدراسية بتفوق ونجاح، وكملات قرايتها في ثانوية عبد الكريم الخطابي في شعبة العلوم التجريبية. كانت فرحانة وكتقرا مزيان وكل شي كيبغيها في الحي اللي كانت ساكنة فيه. دارت الايام الخوت وهاد الحي غدا تسكن فيه واحد الاسره جات من الباديه، وكان عندهم واحد الولد سميتو عبد المجيد. هاد عبد المجيد اللي كانت عنده 27 عام والاب ديالو كان عنده جوج محلات ديال البيع والشراء في الرباط، واللي كان بدا من الزيرو، ولكن ملي سهل عليه الله قرر انه يجيب العائله ديالو من العروبيه للمدينه، ومن هنيت باش عبد المجيد يعاونو في التجاره ديالو في دوك الحوانت، وفي نفس الوقت ينقص عليه شويه ديال التمانه. المهم خوتي عبد المجيد ما كانش شي واحد اللي قاري بزاف، وكان من الجيل اللي غير شدوا الشهاده وخرجوا من المدرسه. وبين قوسين والمعلوماتكم خوتي العزاز، فالشهاده شحال هذه كانت كتقال على الخامس ابتدائي حاليا، وكانت عندها قيمه كبيره بزاف في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وكان الواحد اللي اخذ هذه الشهادة فكتكون في حل اخذ الباك وزاد عليه عامين في لافاك، وكان ممكن في ذاك الوقت تخدم بها حتى مع الدولة، وشحال من واحد خدم بها في التعليم والوظيفة العمومية. على اي خوتي، هاد عبد المجيد كيف قلت لكم ما كانش قاري بزاف، وكانت عنده ديك المونطاليتي القديمه والرجعيه ديال ان المراه تخلقات غير باش تولد وتقابل الدراري في الدار، وبلاصتها هي الكوزينه والفراش. عبد المجيد ولد العروبيه خوتي، وتحياتي للاهل ديالنا الشرفاء والاحرار في جميع العروبيات والقرى اللي كاينين في المغرب. وكيف كتعرفوا، في الناس ديال العروبيه عندهم عاداتهم وتقاليدهم اللي كنعتزوا بها، ولكن عبد المجيد كان مختلف عليهم بزاف وما كانش كيحشم ليه، خصوصا ملي شاف اول مره ملكه اللي كانت جارتهم ودار والديها ملاصقه مع دار عبد المجيد. سيد ملي شافها تلف وداخ، وعلى الفور طاح في الحب ديالها وفتناته بزينها. عبد المجيد اللي من بعد بقى حاضي ملكة في الدخلة والخرجة ديالها، وبدا كيسول على شنو سميتها وفين كتقرا ومعا من كتمشى. المهم دار عليها لونكيت ديال بصح، وملكة ما فراسها والو، ما سيق الخبار لحتى شي حاجة من هاد الشيء، من غير انها تعرفات على الاخت ديال عبد المجيد وتصاحبات معاها. وعبد المجيد ما عمرها ما ردات ليه البال ولا حتى شافت فيه. عبد المجيد من بعد غادي يتأكد باللي ملكة ما عندها حتى شي علاقة عاطفية وما عندهاش مع التصاحب مع الدراري، وغادي يحطها بين عينيه، ولا كيبغيها لواحد الدرجة كبيرة بزاف وبلا ما تعرف هي بهذا الشيء. وداك الشيء علاش قرر يمشي يهضر معاها ويقول لها شنو كاين. دازت ايام خوتي وعبد المجيد على هاد الحال، حتى النهار اللي كانت ملكة خارجة من مدرستها، وهنا وقف عليها عبد المجيد وبغى يهضر معاها، ولكن ملكة رفضات في الاول وتجنبات وما بغاتش تهضر معاها بحجة انها ما كتعرفوش. عبد المجيد تفاجئ في الاول ولكن ما تراجعش، وهنا غادي يقول لها سمعي بغيت غير نهضر معاك جوج كلمات ونمشي في حالي، انت هي ملكة السرسارياك وساكنة في باب القواس. وهنا ردت عليه ملكة وقالت ليه بتعجب هي هادي شنو بغيتي؟ وهنا غادي يقول لها عبد المجيد مؤخرا ملكة كنسكن وحداكم واحد الناس جداد وبنتهم ولات صاحبتك دابا ياك؟ جاوباتو ملكة وقالت ليه هي هادي، ومن بعد قول لي شنو بغيتي؟ وهنا قال لها عبد المجيد ايوا انا ملكة راني خو هذيك صاحبتك وسميتي عبد المجيد. ملكة فاش سمعات هاد الشي خوتي ارتاحت شوية لعبد المجيد وبدات كدي وتجيب معاه في الهضرة. وعبد المجيد استغل الفرصة وقال لها ملكة عندي لك واحد الطلب الا بغيتي، هانتي عوض ما نبقاو واقفين هنا يلاه نمشيو لشي قهيوه نجلسوا فيها ونهضروا على راحتنا. ملكة جاوباتو بكل ادب وصواب وقالت ليه غير اسمح لي دابا خويا عبد المجيد راه عندي واحد الساعه في المدرسه وضروري خاصني نحضر لها، خلي حتى المره اخرى. عبد المجيد رد عليها وقال واخا ماشي مشكل، ولكن ملكة راه خاصني نهضر معاك ضروري في شي حاجه مهمه وما نقدرش ناجلها لمن بعد. هانتي انا تسناك حتى تخرجي من المدرسه عاد نمشيو نجلسوا في شي بلاصه ونهضروا في راحتنا. اوكي. ملكة حشمات من عبد المجيد اللي بقى لاصقها وما استسلمش، ووافقات وكملات طريقها للمدرسه ديالها. المهم خوتي، ملكة سالات الساعه ديال القرايه اللي كانت عندها، وغير خرجات من المدرسه ولقات عبد المجيد واقف ليها قدام الباب، ومن بعد مشى هو وياها لواحد القهوه وجلسوا وتعرفوا اكثر على بعضياتهم. وهنا عبد المجيد بدا كيقول لملكة باللي هو قاري 3 سنين من مور الباك، وحاليا خدام موظف في وزارة الفلاحة وعنده جوج محالات ديال البيع والشراء، وبين ليها راسو انه هو فارس الاحلام اللي كتقلب عليه اي بنت في الدنيا وما ناقصو حتى خير. قال ليها عبد المجيد باللي هو دابا كيقلب على شي بنت الناس يتزوج بها، وما كرهش هاد البنت تكون هي ملكة، حيت من شحال هادي وهو حاضيها وعرف باللي هي بنت معقولة وديال الزواج. ملكة كانت واحد البنت ذكية وبالخف غادا تقول ليه ويلي انت يلاه عندك 27 عام ودرتي هادشي كامل. عبد المجيد غادي يبقى عليها بالهضرة والكذوب والزيادات حتى الفخا، ولكن ملكة كانت متعلقة غير بقرايتها، وكانت ديك الساعة كتقرا في الباك وبغات غير تركز باش تجيب نقطة مزيانة تخليها تختار الكلية اللي بغات تقرا فيها. يعني السيدة ما معمراش راسها لا بتصاحب ولا بزواج ولا هم يحزنون. ولكن من بعد فملكة خوتي ولات فين ما كدور كتلقى عبد المجيد قدامها، خرجات من المدرسه كتلقاه قدامها، غادا للحانوت ديما كيتلقى ليها. والو السيده ما مقتنعاش بفكره الزواج والتخلي على الدراسه ديالها.
عبد المجيد حاول يقنعها باللي كيبغيها ديال بصح، وناوي معاها المعقول وباغي يتزوج بها على سنة الله ورسوله. وهنا ملكة بدات كتحس بالجدية ديال عبد المجيد وبدات كترتاح ليه. ملكة ولفات أنها تشوف عبد المجيد كل نهار فين ما مشات وجات، وفتحات ليه المجال للتعبير على الحب اللي كان مخبيه في قلبه ليها. وهنا بدات علاقته بها كتطور شوية بشوية، وعبد المجيد ما ضيعش حتى فرصة بلا ما يعبر فيها على الحب ديالو الملكة، باش مالكة حتى هي تولي تبغيه كيف كيبغيها. ولكن خوتي الحاجة إلا فاتت الحدود ديالها وكان مبالغ فيها بزاف كتولي فيها الميوعة والملل، وهذا كان هو حال عبد المجيد. ملكة كانت فين ما كدور كتلقى عبد المجيد قدامها، سوى غدا للمدرسة أو مسخرة أو واقفة مع صحاباتها، ديما لاصق ليها حدا رجليها، وهذا خلاها تطيح من قيمته وملات من الملاحقة ديالو ليها. وهنا بدات كتحاول تجاهله وتميك عليه، ماشي تكبر منها أو غرور، ولكن خوتي المثل كيقول الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. سيدة ما بقاتش حاسة براسها مرتاحة، وكانت مراقبة على طول الوقت، وكانت بغى تحس بالحرية شوية، وهذا الشيء علاش قلبات عليه وما بقاتش بغى كل مرة تشوف. دارت ليام خوتي، وملي كانت ملكة واحد النهار غدا في الطريق للمدرسة، هو يوقف عليها عبد المجيد بحال سيدنا قدر، بدا كيطلب فيها باش تمشي معاه للكافي، هضروا غير شوية ولو غير ربع ساعة. وهنا ملكة قالت ليه واخا زيد، ها حنا غادي نشوفوا هاد ربع ساعة ديالك فين غدا توصلنا. ملكة ما كانت عارفة باللي ديك المشية فعلا غدا توصلها لما لا يحمد عقباه. كتقول ملكة باللي في الوقيتة اللي وصلت مع عبد المجيد للكافي وجلسات وخدات القهوة ديالها كيف العادة، بدات هي وعبد المجيد كيهضروا، ولكن من بعد ما بقات عقلات على والو حتى لقات راسها في واحد الدار، وملي فاقت عرفات باللي يومين هادي وهي تماك وغابرة على دارهم وما كانت عارفة حتى فين كاينة. حاولت تستوعب شنو وقع، وهنا دخل عندها عبد المجيد وحاول يقنعها باش يهربوا بحجة أنها غبرات على دارهم يومين والمشكل كبر عليهم بزوج، ولكن ملكة نوضاتها معاه وبقات كتغوت عليه، ومن الداخل ديالها كانت خايفة ومخلوعة لواحد درجة كبيرة. عبد المجيد كان كيحاول يقنعها باللي ما دار لها والو، حاليا بغي غير حاجة وحدة واللي هي أنهم يهربوا هو وياها لشي بلاصة ويعيشوا فيها. ملكة ما تقبلاتش الموضوع وعلى غفلة هربات من وجات لدارهم. دارهم اللي في ديك اليومين ما خلاو فين قلبوا عليها حتى يأسوا، وكانوا غادي يمشيوا عند البوليس يديروا لها محضر من أجل البحث على متغيبة، ولكن ها هي دابا قدامهم وللأسف جات في حالة يرتى لها وما قاداش حتى توقف على رجليها. الأم ديالها غدا تشد هذيك الساعة وبقات كتسلخ فيها وكتعطيها في العصا حتى وكلاتها مكلة قبل نهار العرس، وداز داك النهار عند ملكة من أسوأ أيام حياتها. في هذيك الفترة خوتي كان ديجا وصل فصل الصيف، وملكة كانت شادة العطلة والأم ديالها ما بقاتش بغا تخليها تخرج، وبالفعل ملكة بقات في الدار لمدة ديال 3 شهور. عبد المجيد في هالثلاث شهور شويه ما يحماق عليها وما خلى ما دار باش يشوفها، كان كيتسنى بفارغ الصبر تبدا القرايه من جديد باش يشوف محبوبة قلبه اللي كيموت عليها. وصل وقت الدخول المدرسي، وملكة وعدات امها باللي ما عمرها مازال ما غادا تبقى تهضر مع عبد المجيد، وماماها تاقت بيها ولات كتخليها تخرج بوحدها. ولكن جا واحد النهار وعبد المجيد غادي يتلقى ليها وبدا كيطلب فيها عاوتاني، وقال ليها باللي باغيها الحلال وهي تاقت بيه. وهنا قال ليها هانتي وغير باش تثقي بيا، غدا العيد ياك اجي عندنا للدار حيت الوالده بغات تشوفك وتتعرف عليك، راني ديما كنهضر ليها عليك. ملكة وافقات وقالت ليه واخا ماشي مشكل، غدا غادي ندوز عندكم ونبارك لكم العيد ويكون خير ان شاء الله. ملكة بالفعل في الغد اللي كان نهار العيد لبسات وتقادات ومشات لدار عبد المجيد، ولقات الام ديالو اختو تماك ورحبوا بها مزيان وما خلاو ما داروا عليها. ملكة كانت جالسة معاهم وفرحانة وناشطة مع الأخت ديال عبد المجيد اللي كانت في الأصل هي صاحبتها، ولكن واحد اللحظة فالأم ديال عبد المجيد غدا تاخذ لهذا الأخير هو ملكة واختو صورة تذكارية، وعقلوا مزيان خوتي معايا على هذه الصورة حيت غادي نهضروا عليها من بعد.
ملكة رجعت لدارهم من بعد ما قادها فرحة وسعادة، وغير وصلات بدات كتحاول تقنع ماماها باللي عبد المجيد باغيها المعقول وباغي يتزوج بها على سنة الله ورسوله، على أساس الصورة اللي كان ديجا رسمها لها عبد المجيد على أنه فارس الأحلام اللي كتحلم به أي بنت مقبلة على الزواج. على اي خوتي مشات ليا مجات، وغادي يوقع لعبد المجيد ودارهم اللي ما كانوش كيتوقعوه في حياتهم. الحوانت ديال بات عبد المجيد شعلات فيهم العافية وتحرقوا باللي فيهم، والعائلة دخلات في أزمة مادية كبيرة، والخبار دارت في الدرب كامل. ملكة حتى هي سمعات بهذا الشيء وكانت صدمتها كبيرة وكبيرة بزاف، ماشي على الحوانت اللي تحرقوا خوتي العزاز، وإنما على الكذوب ديال عبد المجيد. ملكة عرفات ديك الساعة باللي عبد المجيد كان غدا وخاوي والحوانت ماشي ديالو ديال باه، وعرفات كذلك باللي السيد ما كاين لا موظف وزارة الفلاحة لا والو، كل شيء كان غير كذوب في كذوب. مالكة ملي سمعت هاد الشي سكتات وما قدرت تقول لماماها والو، وكمداتها في قلبها وعاشت الألم والغبن في الداخل ديالها. السيد اللي بعد ما تاقت فيه وتخلات على أحلامها على قبله بدات كتجاوب مع الحب ديالو طلع مجرد كذاب وكلامه كله مزور. عبد المجيد في هاد الظروف دخل في واحد الحالة نفسية خيبة بزاف، ولا كيتعصب على أقل حاجة وما كانش متقبل بتاتا الحالة اللي ولاو فيها دارهم، ولا على سبا. عبد المجيد اللي غادي يتلاقى مع ملكة وبزز عليها باش تمشي تجلس معاه شوية، وبالفعل مشاو لواحد الجردة وجلسوا هو وياها، وهضرات بدات هضرة حتى قالت ملكة لعبد المجيد: قول لي يا عبد المجيد، بغيت غير نسولك، واش بصح أنت خدام في وزارة الفلاحة؟ ودوك جوج حوانت، واش بصح ديالك ولا ديال باك؟ عبد المجيد هنا قال لها: اه، وعلاش كتسولي اصلا؟ وزيدوا الحوان دابا راهم تحرقوا، فين كاين المشكل؟ ملكة ردات عليه وقالت: لا والو، والعجب هذا، الناس بنهار كيكونوا في خدمتهم وانا فين ما كندور كنلقاك كدور في جنابي، ما فهمت والو. السيد غير سمع هذا الشيء وناض، بدا كيهلل وكيغوت وكيقول لها: واش انا دابا وليت كذاب ياك؟ انا غير كنتفلى ياك؟ انا غير كنضيع عليك وقتك هذه المده كامله ياك؟ اشوفي وسمعي مزيان بنتي، انت راك ديالي بغيتي ولا كرهتي، ونهار ديري هاه ولا هاه ما تلومي غير راسك. ملكة شافت الجو تكهرب والسيد دغيا تقلب، ناضت ديك الساعة ورجعات بحالها لدارهم، وغير وصلات وهي تعاود لامها كل شي داك الشي اللي وقع، وهنا حلفات عليها الام ديالها مرة اخرى وقالت لها باللي ما عمرها ما غادا تبقى تخرج بوحديتها من الدار. ومن داك النهار ولات ملكة فين ما كتبغي تخرج رجليها على رجلي امها، وديما معاها فين ما مشات وجات. عبد المجيد اخوتي كيسحاب لكم غادي يتراجع ولا يحشم والو، بقى مصر على داك الشي اللي في راسه. فين ما كتكون غدا ملكة مع امها المدرسة كان كيتلقى لهم وكيبدا يطلب فيهم. ملكة كانت كتبقى غير ساكتة وكتخلي الأم ديالها هي اللي كتجاوب عبد المجيد وكتشبعو هضرة ومعيار حتى كيمشي في حاله. بقات الأحوال كيف ما هي المدة طويلة خوتي العزاز، حتى ما بقاش عبد المجيد كيقرب من ملكة وبعد من طريقها فعلا. وهنا الأم ديالها صافي ما بقاتش كتمشي معها المدرسة، على أساس أن السيد ما بقاش غادي يوصل لها حتى لواحد النهار وعبد المجيد غادي يوقف على ملكة، غادي يبزز عليها باش تهضر معاه. ولكن ملكة بدات كتغوت عليه حتى هي وكتسب فيه، وعبد المجيد مرضاش في الزنقة وقدام الناس، وغادي يشدها وغادي يشبعها عصا حتى سخفات في الزنقة وخلاها مليوحة في الأرض، وزاد خلفها مع طريق. ملكة من بعد نوضوها الناس ورجعات عند دارهم وعودات لامها شنو وقع، وهنا مشاو للكوميسارية وحطوا على عبد المجيد شكاية، وهذا الأخير وصلاتو الخبار باللي البوليس كيقلبوا عليه، ومن تماك غبر ليه لاتار وما بقاش كيدور في السيكتور ديالهم. ملكة ملي شافت عبد المجيد غبر وما بقاش بان عاد ارتاحت وقالت صافي تهنيت منه من المشاكل ديالو. وبالفعل بقى عبد المجيد غابر المدة ديال عام وما عمرو ما بقى بان في الحي ديالهم حتى لواحد النهار. غادا تلقاه ملكة واقف عليها بحال العسكري وبقى كيحاول يتسامح معاها ويقنعها باش ترجع ليه، ولكن والو، ملكة كانت مصرة تبعد منه.
حاول مرارا وتكرارا وبدون فائدة حتى تأكد باللي مالكة ما بقاتش دياله، وهنا غادي يحلف عليها باللي لا ما كانتش ليه والله لا كانت لغيره، وكان كيحلف ويأكد على هاد المسألة. وعبد المجيد كانت كدور في راسه ديك الساعة أفكار ووسوسات كتدي حرفيا للهلع. نهار 16 نوفمبر من سنة 1994 عبد المجيد غادي يفيق في الصباح بكري ومشى لواحد الستاسيون وخدم عندهم 10 دراهم ديال ليسانس، ومن بعد مشى جلس في واحد القهوة قدام ثانوية عبد الكريم الخطابي، بقى كيتسنى تماك حتى بانت ليه مالكة جاية للمدرسة. وهنا وملي قربات البنت عند الباب ديال المدرسة مشى كيجري لعندها وعيط عليها بسميتها وغير دارت عنده وهو يكب عليها داك ليسانس من راسها حتى رجليها، وبدون أدنى تردد أو رحمة شعل في المسكينة مالكة العافية وقدام بنادم. وهنا تبلبلات اخوتي وكل شي بدا كيغوت وحتى حد ما كان عارف شنو يدير. غادي يتصلوا الناس بالبومبيه اللي جاو، ولكن بعد فوات الاوان العافية كلات مالكة ماكلة لدرجة من اللي بغاو يهزوها لقاو يديها وكتافها بكثرة مذابو لصقوا في الارض. مالكة غادي يديوها على الفور المستشفى بنو سينا في الرباط، وكانت مسكينة حالتها حالة وفيها حروق من الدرجة الثالثة، واللي شافها كيقول محال واش تعيش، ولكن مالكة قاومات وفاقت بصعوبة وربي كتب ليها حياة جديدة ونجاها من الموت، غير هو الجسم ديالها كله كان مشوه وجهها ديفورما كامل مسكينة. من بعد هاد الاحداث خوتي ونظرا للنقص ديال المعدات اللي كانت كتعاني منه مستشفى بنو سينا في الرباط، غادي يتم نقل مالكة لمستشفى محمد الخامس في مكناس باش تلقى العلاج من طرف طاقم طبي صيني، غير هو ما عجبهاش الحال حيت العلاج كان تقليدي وما عمره ما كان غادي يفيدها، وعليها داوها المستشفى مولاي اسماعيل باش يديروا ليها الترويض الطبي تماك. قضية مالكة خوتي اللي كان في عمرها تقريبا 20 عام في وقت حدوث الواقعة دارت ضجة كبيرة، والإعلام والصحافة ساقوا الخبار وما كاينش اللي ما هدرش عليها لدرجة أن القضية وصلت حتى الإعلام العربي والقصة ديالها تشهرات ديال بصح ولات قضية رأي عام. المهم البوليس اعتقلوا عبد المجيد وحطوه رهن السجل الاحتياطي على ما يتحاكم، وفي الحبس دوك المحابسيه اللي معاه ساقوا الخبار لداكشي اللي دار الملكه وكيفاش ولات، وهما ينوضوا ليه كاملين بغاو يعطيوه قتله ديال العصا لولا التدخل ديال الموظفين ديال السجن اللي حبسوهم وما خلاوهمش. وعبد المجيد بنفسه من اللي شاف ملكه ولات في ديك الحاله من بعد ندم وحاول ينتحر شحال من مره، ولكن كانوا ديما كيعتقوه في اخر اللحظات. داز عام ونص خوتي على الاعتقال ديال عبد المجيد، عاد حكمت عليه المحكمة بعشرين عام ديال الحبس، وبتعويض المالكة كانت القيمة ديالو 93 مليون سنتيم على الأضرار اللي تسبب فيهم عبد المجيد لهذه البنت المسكينة. العائلة ديال عبد المجيد في الحقيقة ما كانش عندهم منين يجيبوا هذا المبلغ، وهنا خرجوا للصحافة والإعلام وصرحوا لهم باللي داك الشيء اللي وقع المالكة كانت هي السبب فيه، وباللي عبد المجيد عمره ما كان كيتحرش بمالكة، بل بالعكس ولدهم كان خاطب مالكة وباغيها الحلال. وفي هذه اللحظة خوتي فالأم ديال عبد المجيد غادا تجبد للصحافة التصويرة ديال الخطبة ديالهم، واللي هي في الأصل التصويرة اللي صوراتها لهم نهار العيد، واللي كنت قلت لكم في بداية الأحداث باش تعقلوا عليها مزيان. عائلة عبد المجيد قالوا للصحافة باللي مالكة اون فوا سمعات باللي الحوان تحرقوا وما بقى عندهم والو دغيا قلبات وجهها على عبد المجيد ونكرات كاع داكشي اللي دار معاها، وهذا الشيء كيعني ان مالكة هي اللي استفزات عبد المجيد حتى دار في هذيك الحالة. وهنا الصحافة المغربية ما رحموش مالكة، نشروا هذه الاخبار بلا ما يراعيوا الحالة الرهيبة واللا انسانية اللي كانت فيها مالكة، واللي بسببها ضاع لها المستقبل ديالها وحياتها وكل حاجة زوينة حلمات تحققها في يوم من الايام. الصحافة خوتي بداو كيهاجموا في مالكة بأبشع صورة، وكتبوا عليها باللي هي إنسانة فليسية وتابعة غير الفلوس والمصلحة ديالها، وملي شافت السيد ما بقاش عنده دارهم داروا الإفلاس، فسخات الخطوبة ديالها من جهتها وما عقلاتش على خطيبها اللي كان كيموت عليها وكيبغيها. ولكم أن تتخيلوا خوتي العزاز كيفاش غادا تكون الحالة ديال هاد البنت من اللي غادا تسمع بهاد الشيء. الصحافة
ما رحمتهاش، والمنابر الإعلامية ما كلفاتش على راسها حتى تمشي عندها المستشفى وتدير معها استجواب وتنشر الحقيقة كاملة. ملكة اللي كانت ديك ساعة مرمية في مستشفى مولاي إسماعيل وما عالم بها وبحالتها غير الله، ولات عندها إعاقة جسدية ونفسية وحتى مادية، والإعلام ما عقلش عليها واستمر في نشر أخبار ما عندها حتى أساس من الصحة، حتى النهار اللي غادة تقرر واحد الصحفية تمشي عندها للسبيطار ودارت معاها حوار صحفي باش توصل للناس الصوت ديالها وباللي كاع داك الشيء اللي كيتقال عليها ما منو والو. وديك التصويرة اللي خرجوا بها العائلة ديال عبد المجيد كيقولوا باللي هي التصويرة ديال الخطوبة ديالها مع عبد المجيد كانت كذوب في كذوب. وهنا مالكة قالت لهم واش عمركم شتو شي بنت كتخطب في الدار ديال الولد اللي باغي يخطبها؟ ملكة حاولت تبين الحقيقة، وبالفعل الرأي العام من بعد هذا التصريح تبدل شوية ونقاسم الجوج ديال الآراء، بحيث كاين اللي تعاطف مع ملكة وقال على أنها الضحية اللي ضاعت في حياتها وتشوه الجسم ديالها بسبب عبد المجيد، وكاين اللي جا من عبد المجيد وقال باللي هو ذاك الراجل اللي تطعن في الكرامة والرجولة دياله وذاك الشيء علاش انتقم من ملكة. المهم من بعد ملكة بقات في السبيطار ديال مولاي اسماعيل في مكناس مدة طويلة كتعالج تماك، وكانوا كيديروا لها عمليات جراحية جد حساسة وصعيبة بزاف، بحيث كانوا كياخذوا الجلد من بعض المناطق اللي ما وصلتهاش العافية وما بيناش في ذاتها وكيزرعوه في مناطق الجسم اللي تشوهات وبين الناس. بقات ملكة مسكين على هاد الحال حتى جا واحد النهار اللي غادي تفيق فيه، وصدمتها كانت كبيرة وكبيرة بزاف من اللي لقاتهم قطعوا ليها صباع يديها بسبب ان العروق ديال هاد الصبعان ما بقاش كيدوز لهم الدم. وتخيلوا معايا اخوتي العزاز العذاب اللي عاشته هاد البنت. لحنين الرحيم من غير الوالدة ديالها اللي عانات حتى هي معاها، وكل نهار كان خاصها تنقل ما بين الرباط ومدينة مكناس باش تعتني بفلدة الكبد ديالها وقرة عينيها ملكة، وكانت هي اللي الدين والرجلين ديالها وهي اللي كتوكلها وهي اللي كتشربها، وحتى من الطواليط أعزكم الله كانت هاد الأم هي اللي كديها لها. وزيادة على هاد الشي قلت الشي والفلوس اللي كانوا كيطلبوهم بحال هاد الحالات المستعصية والصعيبة. ملكة اللي الأسرة ديالها تشتتات والخوت ديالها مساكن تشردوا ديال بصح وضاعوا مع هاد الأحداث وما سول فيهم حتى حد، وعانوا من القهرة والحرمان وباقين إلى يومنا هذا كيعانيوا في مدينة الرباط وفي نفس الحي اللي تحرقات فيه ملكة. خديجة وشعيب وابراهيم ثلاثة ديال الخوت اللي كانوا عند ملكة لا الإعلام ولا الصحافة ولا حتى حد موقف معاهم أو سول فيهم، وغادي تنساو في طيات الزمن ورب اللي عالم بالأحوال ديالهم لحد توضيب هاد الفيديو، خصوصا أنه في ديك السنوات ما كانتش مواقع التواصل الاجتماعي كتوصل للناس بحال دابا. المهم من بعد ملكة برات شوية في مستشفى مولاي إسماعيل وتماك تعرفات على واحد الأستاذ ديال اللغة العربية اللي كانت سميتو أحمد الأخضر غزال، واللي العلاقة بينه وبين ملكة كانت قوية بزاف وكان ديما كيسول فيها وديما كيجي عندها للسبيطار كيطمن عليها وكيحن فيها وكيشوف شنو محتاجها. هاد الأستاذ أحمد غادي يجي عندها واحد النهار وقال لها باللي راني لقيت لك واحد المحسن غادي يتكفل بجميع مصاريف العلاج ديالك عند شي دكتور معروف في كازا وعنده مصحة خاصة، وهاد الدكتور هو اللي غادي يبقى متبع الحالة ديالها حتى تشافى وتولي بخير. ملكة مسكينة فرحات بزاف هي والأم ديالها اللي باتت الليل كامل كتوجد باش تدي بنتها تعالج عند هاد الدكتور في مصحة خاصة. شدوا الطريق في الصباح بكري هي والأم ديالها وذاك الأستاذ أحمد، ولكن وللأسف فهاد السيد عوض ما يديها للمصحة الخاصة اللي تكلم لها عليها غادي يديها المستشفى بنورشت ودخلها ليه، وهي مسكينة مصدومة ومتفاجئة وما فهمات والو. على أي خوتي دوزات الليلة تماك في الصباح من اللي جا عندها السيد سولات ملكة وقالت ليها علاش كذبتي عليا وقلتي لي غادي تديني المصحة خاصة ومن بعد جبتيني هنا؟ أحمد الأخضر غزال بدا غير كيخربق في الهضرة، ومن بعد زاد خلفه مع الطريق ومن تماك ما بقات شافته، وكان واضح على حساب ما فهمت خوتي العزاز أن هذا السيد نصب فعلا على ملكة ودمع الفلوس اللي تبرع بها ذاك المحسن وضربها في جيبه، وهذا رأيي في الموضوع.
من مور هاد الحادثة خوتي فمالك غدا تدوز شهور كلها معاناة وألم في مستشفى بنور رشد، وتماك غدا تتعرف على واحد البروفيسور سميتو حسن بوكيند، كان هو رئيس القسم 34 بالمستشفى للحروق. البروفيسور بوكيند اللي شاف ديك الساعة فاش وصلت عندهم مالكة للسبيطار أن هاد الأخيرة الحالة ديالها كانت جد متقدمة وصعيبة وبقات فيه بزاف، وعليها قرر أنه يتكفل بالعلاج ديالها، وهنا خصص لها طاقم طبي مختص قدر أنه يعالج لها الوجه ديالها وقاد لها حتى الملامح ديالها جراحيا. قصة مالكة عرفات وتشهرات خوتي العزاز بزاف، وهنا غادي يقرر طاقم البرنامج التلفزي المشهور اللي سميته وقائع، واللي كان كيتعرض شحال هادي على قناة دوزام المغربية، انه يدير حلقة خاصة عليها ويبين للناس الحقيقة ديال العذاب اللي عاشته مالكة. مالكة السرساري اللي ملي تعرضات الحلقة الخاصة بقصتها في برنامج وقائع، المغاربة كلهم تعاطفوا معاها وبكات الصغير قبل من الكبير، والقضية ديالها رجعات للواجهة من جديد. وهنا فالملك الحسن الثاني طيب الله تراه وتغمده برحمته، كان شاف البرنامج وتعاطف مع وحدة من الرعاية دياله بزاف، لدرجة أنه قرر يصيفطها تعالج في فرنسا وتكلف بمصاريف العلاج ديالها. نهار سمعت مالكة السرساري بهذا الخبر كانت مسكينة غدا تطير من الفرحة، وكل شي فرح معاها وليها، وكان هذاك هو أجمل نهار في حياتها. جمعات حويجها هي وامها وتوجهوا للديار الفرنسية، ومشى معاهم حتى الدكتور حسن بوكيند باش يعرف الدكاترة الفرنسيين بالحالة ديال مالكة ومراحل العلاج اللي دارت لها. مالكة اللي بدات كتعالج وتشافات لها اغلب المناطق اللي كانت محروقة في الجسم ديالها، والاطباء الفرنسيين عالجوا لها حتى يديها ولات كتحركهم وكتقدر حتى تاكل بهم. قضية مالكة السرساري خوتي تعرفات في التراب الفرنسي والجمعيات الخيرية تماك تعاطفوا معاها وبقات فيهم بزاف، الشي اللي خلاهم يقدموا لها بعض الإعانات حيت كيف ما كان الحال، وخا الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله تكفل بها وبمصاريف العلاج ديالها، إلا أنها ما كانتش تقدر ترفض هاد الإعانات اللي ممكن يساعدوها بأي شكل من الأشكال، لدرجة أن هاد الجمعيات اقترحوا لها أنها تبقى في فرنسا وممكن يعطيوها حتى الجنسية الفرنسية، وفرنسا هي اللي تكفل بقية مصاريف العلاج ديالها ومدى الحياة، وكذلك قالوا لها بلي غادي يعطيوها سكن خاص بها ويوفروا لها أي حاجة احتاجت لها، غير هو بشرط واللي هو أنها تنازل على الجنسية المغربية. مالكة السرساري خوتي رفضات هاد الإغراءات كاملة على الرغم من العذاب والظلم والتشرد والحقرة اللي عاشتهم وسط بلادها، وقبلات على المدة ديال العلاج ديالها اللي كانت محددة في عامين، ولو أن الحالة ديالها كانت كتطلب سنين وسنين باش تعالج. رفضات مالكة كل شي باش ترجع لبلادها معززة مكرمة، وقالت لهم مستحيل نتخلى على الجنسية ديالي ونخيب الصورة ديال بلادي قدام العالم، وكيف ما كانت الظروف أنا كنبقى مغربية حرة عن أب وجد. الناس اللي واصلين في المغرب غير سمعوا الخبار وكل شي بدا كيتهافت عليها وكيقولوا لها غير رجعي لبلادك، وحنا غادي نشريو لك الدار، وحنا اللي غادي نتكلفوا لك بالمصاريف ديال دواك حياتك كاملة، وباللي ما غادي يكون خاصك حتى خير في بلادك. ومالكة السرساري وخا ما كانتش دايره في راسها هاد الشيء قبلات بهاد العروض، وملي سالات المدة ديال العلاج ديالها اللي كانت عامين رجعت للمغرب. مالكة ملي غادا توصل للمغرب غادا تلقى صدمة أخرى وكبيرة في حياتها، بحيث غير دخلت للمغرب وكل شي قلب عليها وجهه ما عقل عليها حتى واحد، ولقات راسها قدام ظروف جد قاسية لا هي ولا عائلتها، وما عندهم حتى شي مصدر ديال العيش، ورجعت مالكة كتعيش الفقر والحاجة، ولكن والحسن الحظ فالملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه قبل ما توافيه المنية عطف على مالكة بكريمة باش تعاون بها راسها في المستقبل، ومن بعد تعرفات على واحد ولد الناس بغات وبغاها وتزوجات به، وحاليا عندها معاه وليد وبنيته وكتعيش في مدينة الدار البيضاء. أما الأب ديالها فمول أمانة دأمانت، ومن بعد هو والأم ديالها، ربي يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. مالكة خوتي تعذبات بزاف والظلمات في حياتها مسكينة،
ألم ومعاناة وحقرة وكثر ما تصور أخوتي العزاز عاشتهم هاد السيدة المغربية الحرة والقوية اللي واجهت كاع الصعوبات اللي تعرضات لهم برباطة جأش وأمل كبير، وكانت مقبلة على الحياة ورجعات من جديد وتمكنات من أنها تجاوز كل شيء وقدرات تكون أسرة سعيدة نساتها في كاع اللي فات. ملكة قدوة كبيرة ديال الإيمان بالله والتمسك بالأمل، ملكة المرأة الحديدية بحق، ملكة العائدة من الموت. خوتي العزاز، مهما اللي الطوال ضروري واحد النهار غادي يطلع الصباح، ومهما تزيرات الوقت ضروري غادا تفك ويرجع كل شي كيف كان. خليوا قلوبكم عامرة بالأمل والتفاؤل، وديروا في بالكم اللي وخا القضية تأزم والظروف تصعب فضروري مربي غادي يدير لها حل. المهم ما توقفوش وديروا السباب وحاولوا وعاودوا حاولوا، والباب اللي دقيتوا عليه ولا بد بكثرة المحاولات ما غادي تحليكم في يوم من الأيام. ما تيأسوش وما تخلاوش على الأحلام ديالكم، وعيشوا حياتكم بكل حب وسلام، وشمس الحياة غادا تنور لكم قلوبكم وكاع اللي ضير بكم. كانت هذه خوتي هي قصة ملكة السرساري ورجوعها للحياة، حطيتها لكم وخاهدروا عليها بزاف ديال الناس، حيت فعلا هذه القصة كتستحق أنها تنشر وتعاود تنشر على اعتبار العبر اللي فيها. كنتمنى نكون توفقت فيها، وكنتمنى ما نكونش قصرت في سرد جميع التفاصيل ديالها. ما تنساوش خوتي ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه على قدر الاستطاعه ديالكم باش تعم الفائده، وفي انتظار ارائكم وتعليقاتكم اللي كنتسناها بشغف وحب كنقول لكم دامت لكم الصحه والعافيه، ونتلاقاو في قضيه اخرى ان شاء الله على قناتكم قناه الحدث ستوريز. دمتم في أمان الله ورعايته وحفظه، وإلى الملتقى بإذن الله.